شوف يا عبد الله، اذا كنت عايز الفلوس انا ما قدرتش اقول لك لا، بس الاول لازم اضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش الف ولا الفين، ده العشرة مليون جنيه. جاي الحكايه كده يا حكيم، ما تجيش الا كده. سبحانك يا رب، تجي لك يا عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي دلوقتي ده ايه؟ عشان تاخد كل حاجه جاهز. هل بزنك يا حكيم؟ هو انا قلت لك مش حاجه جنبك، حاجه بجنبك، بس انت اللي مش عاجبك كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان. وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمه اطلع فوق. مش طالعه، مش طالعه. انت ما بتشهدش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي، عارفينه بالورقه والقلم يا سي عبد الحكيم. واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. بيقول ان انت اللي ورا الحكايه دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عبد الحكيم انا مش عايز حاجه. يعني ايه مش عايز حاجه؟ واحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا اخويا. الله، ولا انت عايز تضيع حقنا؟ من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه توقف الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلب بالتالي ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش. انا همشي بس خليك فاكر من زمان وانا بقول لك، يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بقى عالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا حكيم. لا بخ...